فيما يتعلق بالأهم وهو المستقبل. أنا أعتقد أن أي معالجات كما كنا في السابق، ومنها المعالجة اللي قلت الفورية، هي معالجات جزئية، هي معالجات ظرفية، هي معالجات ردة فعل، هي معالجات لا تعالج علاجا جذريا، إنما تعطي علاجا لأزمة قائمة، والتالي حنا نولد أزماتنا وتعود مرة أخرى ومرة أخرى، فما عشنا في هالبلد استقرار لأن لم يكن هناك علاج جذري. طالبنا ونادينا وأنتم متابعين وتعلمون هذا الأمر وبيانات مصدرة واضحة في أن العلاج الجذري يستطلب، هدفه هو أن تمكن المؤسسات الكبرى في الدولة، مجلسي الأمة والوزراء بإدارة شؤون الدولة، أن يقف النهج الفردي في إدارة الدولة، أن يقف النهج الفردي في إدارة الدولة، وعكس النهج الفردي بأن تمكن دولة المؤسسات وكبرى المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون الدولة وفقا لنصوصها الدستورية والقانونية هي مجلسي الأمة والوزراء. قلنا من قبل قاعدة السلم اللي قاعد تمشون فيها، الأكبر فالأكبر، الأكبر داخل أسرته. احنا كلنا نقدر كبار السن، كلنا نحترمهم نجلهم، لكن في الإطار الاجتماعي، في الإطار الشأن الخاص، في الإطار مو في شأن أمة، لا، في شأن الأمة الأكفأ فالأكفأ، في شأن الأمة اللي تولى مسؤولية هو المسؤول، لكن رئيس وزراء ووزراء يأمرهم من ليس في المسؤولية وليس في المحاسبة وليس تحت رقابة الأمة، لا ينبغي أحد يدير شيء في الدولة إلا وأن يكون تحت رقابة الدولة، تحت رقابة الأمة. فبالتالي كلام الأخوان أمس عن قضية الشيخ مشعل الأحمد وغيره، كنا نقول من زمان أنه ما ينبغي من يريد أن يدير يدخل الحكومة، يا رأس الحكومة ما عندنا مشكلة مع أي أحد، ما عندنا موقف مسبق، عندنا الموقف من عمله، أن أحسن حنا له نصير، أن أحسن لحنا له لأجل بلد وشعب مو لأجله، أن أحسن بعمله لأجل بلد وشعب حنا له عز وحنا له نصير، لأن هذا واجبنا وهذا ما ينبغي علينا. وأنا أخطأ كما أقول دائما، نبدأ بالمناصحة وننتهي بالمحاسبة حنا لها، نبدأ بالمناصحة، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب إذا جاءت على أماناتنا ومسؤولياتنا لا والله لن نخون شعره ولن ننسى ولن نغفل لحظة إذا وصل الأمر إلى أن أما نخون أماناتنا أو نحاسب. فبالتالي الحل الجذري لتمكين هذه المؤسسات من إدارة شؤون الدولة لن يكون إلا بإصلاحات جذرية، بعلاج جذري. هذا الكلام قلناه من قبل، تحاسب وزير، تستجوب وزير، تستقيل الحكومة، يحل مجلس أمة، ما تعطي العلاج الجذري، ما تعالج مستقبل، تعالج واقع أنت تعيشه، تعالج واقع أنت تعيشه. ولذلك الاستجواب هو شنو؟ كلكم عشتوها وتعرفون الاستجواب أداة اتهام، صح؟ تحاسب وزير ينتهي الأمر إلى أن تستقيل الحكومة يمكن ويروح مجلس الأمة، لكن عشتوها، يعود المجلس والحكومة، حلت المشاكل؟ زادت بعض الشباب يقول المعاناة، لأن ما في إرادة حقيقية، إرادة حقيقية في حل مشاكل الدولة في إنهاء هذه المعاناة. هناك إرادة مزيفة تطرح على الناس، إرادة قاصرة إذا بناخذ بحسن الظن، لكن لما تكرر هالإرادة القاصرة في نفس المعالجات السلبية أو الجزئية أو الوقتية ولا تعالج، لا، أهل العلم والفضل يقول لا صغيرة مع تكرار ولا كبيرة مع استغفار. فلما تكرر نفس المعالجات تزال المؤسسات، يعني ولا أزود من المثال اللي قلناه، شيخ ناصر محمد رئيس وزراء أبقي وزيلة المؤسسات 5 مرات، أي دولة اللي تزال مؤسساتها اللي تحقق التنمية وتشرع القوانين وتتابع تنفيذها لأجل فرد؟ كم عانت البلد بسبة هذا، كم تأخرت المشاريع والتنمية والطموحات. لا، إدارة شؤون الدولة ما تكون بالمجاملات ولا تكون بمثل هذا، تكون لأجل بالكفاءات. فأنا أقول إحنا محتاجين إلى إصلاحات جذرية تتمثل في الآتي: تعديلات دستورية وإصلاحات تشريعية. سبق وأن كررنا هذا الكلام كثير، بس خلوني أقول لكم زبدة. اليوم إحنا عندنا رؤية في الأغلبية، كتلة الأغلبية تعرفونهم، انتخبتوهم، ويمكن يوم انتخبتوهم وذكره انتخبتوهم فرادة، كان في شيء اسمه الأغلبية قبل الانتخابات اللي فاتت،
مو قبل الانتخابات، قبل النتائج ما في. تجمعوا بعد من جمعهم الشعب بقضايا. ولذلك انا كنت اقول والله لو ينفض الراي العام عن هالاغلبيه تلقى كم واحد منهم اللي يطير، ما تلقاه برا الكويت ولا برا بعد، يعني من شده بعده. لكن وهذا صحيح وهذا طبيعي، ترى هذا طبيعي، الشعب هو اللي بارادته. فلذلك اليوم كتله الاغلبيه تطور عملها، عانينا نعم نعترف ننتقد نفسنا، هناك اختلافات فكريه مناطقيه اجتماعيه تقديريه، ما يراه فلان غير اللي يراه فلان، ما يراه في التوقيت، احيانا نرى نفس الفكره بس نختلف على التوقيت، احيانا نرى نفس القوانين لكن اي الاولى. وما في ظل دوره مركب في المجلس. المهم باختصار، الاغلبيه ادركت كثير من اخطائها، الاغلبيه ادركت ان مصيرها لابد ان يكون التعاون، لان قوى الفساد مجتمعه عليها بما تملكه من نفوذ واعلام واموال بالتشويه والحرب والتزييف، مؤسسات فساد منظمه. لذلك ادركت ان لابد ان تتحد، واقع الحال السيء يجبرها على ان تعمل شيء لاوطانها المخلصين الوطنيين. كل مخلص يشعر بان هذا الواقع يجبر انك تعمل شيء، ولا امش، ولا ما انت بكاين من الوطني بتروح تنحرف في اول اتجاه فيه مغرق. لذلك الاغلبيه اليوم عندها رؤيه، انا ما زعم ترى ان هذه الرؤيه متفق عليها من الالف الى الياء، من اول واحد بالاغلبيه الى اخر واحد. لازلت تدركون ان الاغلبيه وامتداداتها في كل الدوائر والشرائح والمناطق والافكار والتيارات مما يوجد صعوبه في قضيه الانسجام الكامل، لكن بالاخير في حد ادنى ينبغي ان يكون، في حد ادنى رؤيه الاغلبيه كالاتي: ان تعلن برنامج محدد بنقاط، هذه النقاط هي الاصلاح السياسي الجذري لواقعنا الحالي، بتعديلات الدستوريه باصلاحاته التشريعيه. زبده الامر نريد تقويه دوله المؤسسات باصلاح القضاء، باصلاح النظام الاداري، باصلاح ديوان المحاسبه وتقويته في الرقابه الماليه، في قضايا مكافحه الفساد، وفي اصلاح سياسي في الدائره الواحده، في المفوضيه، في القوائم النسبيه، في الجمعيات السياسيه، وزياده عليها وهو قضيه نظام انتخاب، نظام برلماني متكامل. هذا حطيناه ترى في البيان الاول كتله الاغلبيه. خلونا اقول لكم شيء، ترى مفهوم النظام البرلماني الكامل من خلال رصد وجدت ان قليل اللي عارف ابعاد مقصودنا، وانا ما الوم الناس، نقول مصطلحات اذا ما تشرحها، اذا الناس ما تسال عنها قد يكون عليها لبس، خاصه وانت يقول الشاعر متى يكمل البنيان وانت تبني وغيرك يهدم، فذاك اذا كان الف يهدم، فاذا كنت تبني وراك واحد بس، اذا الف يهبنون واحد يهدم، شلون اذا واحد يبني والف يهدمون؟ الشاهد نظام برلماني متكامل، تدرون شنو يا شباب؟ نظام برلماني متكامل معناها انه لابد ان يكون هناك دائره واحده، ولابد ان يكون هناك نظام جمعيات سياسيه، ولابد ان يكون هناك نظام قوائم نسبيه، ولابد ان يكون هناك حكومه منتخبه. كلام تصير تعديلات حكومه منتخبه جزء من النظام البرلماني، جزء. نظام برلماني بمعنى ان النظام البرلماني الحين مثلا ببريطانيا ولا النظام البرلماني وين ما يكون، يكون الحكومه كلها من المجلس. فلذلك هذا سيستدعي تعديلات دستوريه بان تختار الحكومه من داخل المجلس، بان يزاد عدد الاعضاء، حتى وانا عندي يقين بان هذا حتى راح يرتفع معايير الاختيار، لانك انت بذاك الوقت ما تختار بس عضو، انما تختار وزير. انت مين معاي؟ تختار وزير، فعندك معلن افكار واهداف ونظام انتخاب، ويترجم شلون؟ هذا البرنامج اللي يوضع بوثيقه، تذكر لما كنتوا تمرون علينا وقع كذا وقع كذا، وقع مكافحة الفساد، وقع مكافحة الطلبة، وقع نهج خمس قوانين في الإصلاح، لا برنامج رؤية. لذلك أنا سميتها أمس برنامج سياسي منتخابي، أكيد بيترجم إذا جت الانتخابات لبرنامج انتخابي، لكنه بيكون برنامج سياسي مو فقط الانتخابات، إنما ما بعد الانتخابات أنت مجبر بتنفيذه، خطة تترجم رؤية بتواريخ محددة بإصلاحات محددة بالقوانين والتعديلات الدستورية، تترجمها تنزل عليها قائمة الأغلبية. وين بيكون قائمة الأغلبية إذا إن شاء الله مشى الأمر؟
مقرها الرمزي ساحة الإرادة. شفتوا أمس لما اجتمعوا 35 شفتوهم أمس، غاب منهم 2-3 مسافرين، راح يكونون هناك واقفين على المنصة يعلنون برنامجهم، يعلنون وثيقتهم. هذه الوثيقة اللي نلتزم في تحقيقها للناس، وهذه تواريخها وهذه موادها وهذه إجراءاتها. وفي كل دائرة مقر واحد لمرشحين الأغلبية، وفي كل دائرة قائمتين، وفي كل دائرة قائمتين، أربعة بأربعة ثمانية في كل دائرة بمقر واحد، 8 × 45 مرشح. هذا الهدف، على التزام محدد، على التزام معلن، التزام سياسي ينزل فيه أسماء معلنة للناس. يعين الله بيصير فيه كثير من القيل والقال، لكن بالأخير البلد ما راح تمشي بالفردية. احنا لا نعيب الفردية فقط في السلطة التنفيذية، خلنا نعيب الفردية في عملنا ولا لا؟ وترى هذه طامة الأمور. إذا تذكرون أنا في التصريح صرحت مرة قلت إني أعيب الفردية، لكن أقصد الفردية في العمل البرلماني كما نعيبه في العمل التنفيذي. فاليوم البلد أكبر من أي فرد، الالتزام ينبغي أن يكون البرنامج، الشعب يجب أن يختار البرنامج. إذا نجح فلان ولا سقط مو أكبر الهم، نبي نتحسف على بعض الأسماء خلنا نتحسف، لكن أعظم من الأفراد هو أن يكون هناك الالتزام.